وعجيب أمر الشاب اللي يدعي الاستقامة وكما يقال الالتزام والتوبة وهو لا يحافظ على شيء من النوافل. يعني إيش الفرق بينك وبين الناس اللي غير مستقيمين؟ وكثير من الناس العوام اللي غير مستقيمين اللي غير ملتحين اللي غير اللي ما يحضرون دروس أيضا يصلون ترى، بل من العوام من يحافظ على السنن والتطوع ما لا يحافظ عليه كثير من بعض الأخوة المستقيمين اللي ظاهرهم الاستقامة. فهذا لا ينبغي في الحقيقة أن الإنسان بشكل مستمر ما يصلي تطوع، ما ينبغي. أقل شيء يحافظ على الرواتب كما سيأتي إن شاء الله لها باب، ويثنى 10 ركعة وسميت رواتب لأنها متعلقة بالصلاة الخمس. فأنت لابد أن تحافظ على استقامتك، لابد تحافظ على حسناتك. السعيد من جاهد إلى الدنيا أكثر من الحسنات وقلل من السيئات. والصلاة كلما ركعت أو سجدت تساقطت ذنوبك، تصور يؤتى بخطاياك فتوضع على عاتقك، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤتى بالذنوب والخطايا والسيئات توضع على عاتقه، فكلما ركع وسجد تساقطت. فأنت بحاجة ماسة إلى أن تحافظ على النوافل. صلاة التطوع تسمى صلاة التطوع، تسمى النوافل، تسمى السنن.